Ça va? Ça va. De par le bas français? Non. So. Because. Soyez. De comprendre l'arabe? Non. Does anyone speak Arab? You understand English? Yes? Ah, so I can speak in English? I speak what language you prefer? English, French, Arab? French? No. I cannot speak French, no. Je parle pas. So I will speak in Arab. أنا اسمي مصطفى. مصطفى ده اسمي. اسمي it my nom, prénom مصطفى. So أنا اسمي مصطفى. عندي 26 سنة. 20 like 20. 6 سيز 20. فيا جماعة أنا هحكي لكم قصة نوكيا. نوكيا ده شاب كان معايا في الجيش. هو كل اللي بيعمله نوكيا ان هو بياخد سيجاره كليوباترا لما بيدي حد يعمل مكالمه في التليفون بتاعه. فانا كنت بتكلم معاه طول الوقت انه ما تبقاش مادي حقير كده يا نوكيا، يعني عادي ممكن تاخد خط تليفون تعمل مكالمه منه، فانا هديك الدقيقه ومقابلها تديني دقيقه هتكلمها من تليفونك. بس هو ما كانش عنده اي حاجه يقولها غير ان هو انا عايز السيجاره الكليوباترا، وكانت هي دي اهم حاجه بالنسبه لنوكيا. مساء الخير يا جماعة، أنا اسمي توتو من القاهرة، بس توتو هو صاحبي وأنا هو أصحاب وعشرة عمر وكبرنا مع بعض. شمس بس كانت الفكرة إن إحنا هنا في حاجة بينا بنحبها، برد شوية علينا إن إحنا بنحب بعض والعشرة. يا جماعة كانت هي دي أهم حاجة بيني أنا وتوتو، برد علينا شوية إن إحنا خدنا كل التجارب مع بعض. بس ده ما نسانيش نوكيا. بس أنا كان معايا تليفون اتصالات، بس ما كانش ينفع أخش الجيش وأنا معايا تليفون اتصالات، كان لازم يبقى معايا الخط. بس لو هتروح عند الاهرامات مثلا شبرا لازم تلبسه خفيف ده واحد شويه معايا عشان في العرض كان لازم لا تحط حاجه وانا كمان من شبرا يا جماعه. بس لازم تبقوا في حاجه انه لازم نتكلم طول الوقت، لازم نتكلم مع بعض في حاجه ان هو مين نوكيا ده يا جماعه. بس فالملوخيه طول الوقت كانت الفكره صغيره ان نوكيا لازم طول الوقت يتكلم في التليفون بتاعه، وانا كان رقم تليفوني كان 011 12 12 772. وكانت هي دي الفكره الاكبر، ان انا مش عايز اقول رقم تليفوني لنوكيا علشان خاطر لو قلت له رقم تليفوني كان ساعتها هيتكلم فيه ويكلم الناس بقى على اساس ان هو انا، وياخد كل الحاجات اللي انا بعملها وياخد كل الناس وياخد بقى الارقام اللي عندي. لا اصل انا ما كنتش بسجل ارقام على التليفون بتاعي غير ارقام الناس اللي انا كنت بحبها. بس انا بس هزود نقطه صغنطه، نقطه صغنطه، جست سمول بوتيت نوت. Yo hablo español un poquito y soy español, no escucho más. Pero jamás, jamás me quedé con el español. La ya jamás. Hola. Thank you.
Oui, c'est ça, c'est putain. Hein. شوف مين اللي فاهم يا اسطى عارف اني قادر باصي 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 عاوز الكواسي دق دقه دقه جاي امق مقة انا اللي ماشي مش واقف مكاني الدنيا حلوه واخد صوره عجباني يا ما ترميت وجيت على الشفا بقى على الحلوه مش على الوحشه انا العب واتنطط والقبض واوقف تكس ده انا اضحك واشخبط واتشعبط في خيوط الشمس ده انا اجري وراكي وهتجنن والبس لك قط واكتف في عينيكي واتفنن واقعد على الشط بقول لك في وشك مزيك بحوط بقرب والمس وبفرك وادور بخفي الوحط بطنش وغور وحفل وغور بجمع بجمع بنجم ولم بقدر وقدر بفكر وسم هخدك وشوقك وعينك بدم وسايبك بتاكل في نفسك تولع جاي جاي ورايح جار يا عمال بشقى وبدعي ربي يكرمني عايز عايز اوصل عايز فرصه في نحت احقق حلمي يا ربي يكرمني تقول لي كلمة أقول لك كتاب شوف كل عالمك شوف